السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، تكونوا كلكم صحه جيده يا ربي. اليوم غادي نهضروا على سعاد وسميره اختها. كما تنقولوا الخاوه حد هالدنيا. كيف ما شفنا سعاد اليوم دعمات سميره اختها وحطاتها عندها في المنتدى وكتحاول تقرب منها بعد ما طلبت منها الصلح، ومازال اختها قلبها عامر عليها بعد ما وقعوا لهم دوك المشاكل. احنا عارفين الخوت كاملين كيوقعوا لهم مشاكل، وعارفين الخاوه حد هالدنيا، والواحد عمره ما غادي يكره خوه عمره غادي ينكر خوه، والدم اللي مشاركين والبزوله والوالدين. داكشي علاش سعاد راه حاسه بانها غلطات بحقها، حيت سعاد السبب علاش حقدات على اختها سميره هو السبب. القنوات، هاد القنوات الله يستر ولاو كيعميو واحد البصيره على حساب القناة، لأنها بغات تدعمها وقت اللي كانت عندها هي مشاهدة وكان عندها الناس متابعينها، بغات تدعمها وبغات توقف معها، ولكن للأسف هذيك ما أختها ما دعمتهاش. داكشي علاش شفناها طلعت ضربات فيها، قاع داك الأسرار اللي كانوا بيناتهم قالتهم وفشاتهم، داكشي علاش حقدات عليها وما بقاتش بغات ما تكون بها. حتى صيلة واخا طلعت واعتذرت لها في قناة إعلامية كبيرة، رغم ذلك ما سامحتهاش. ولكن دابا بعد ما سعاد داخلة وسط هاد المشاكل اللي وقعت لها مع بنتها وراجلها وضرتها، وبعد الرجوع اللي شفناهم تقلبوا عليها وكيف ما شفنا ما كاين لا سعادة لا والو، بحال الرجوع بحال قبل الرجوع ما كاين حتى شي حاجة، واخا حنا كنا دائما باغينها ترجع وباغينا تجمع الشمال وباغينا تعيش تهي السعاده وتعيش السفر وتعيش، ولكن شفنا في الجانب ديالها هي ما كاين لا سعاده لا سفر لا حتى شي حاجه، غير تماره الكحله، لا سكن لا صير لا حتى شي حاجه. بعد ما خرجت لبنى وقالت لها رضاي بداك الشيء اللي عندك عندي انا، يصير ليا مره في الشهر وانت يصير لك مره في الشهر، يعني مره في الشهر ما كافياش تقداي، وحنا عارفين المصاريف وعارفين عارفين الدنيا كما تنقولوا، الوليدات باغين ياكلوا، السيد باغي مره يقطر ديك شويه ديال التقضيه، ماشي زعما شي صير كل نهار يوميا يوم نهار ونهار لا، يعني السيد ما باغيش يخسر. داكشي علاش شفنا الرجوع كان فاشل وما عنده حتى معنى، وكلهم واحد ما عايش السعاده، لا الوليدات لا سعاد. داكشي علاش راهم دابا كما شفنا بعد هاد المشاكل راه كل واحد شاد تيقارو وعايش بوحدو. كيف ما شفنا سعاد بدات تقرب لعائلتها عماتها وخواتاتها، شفنا اختها نجاة اليوم طلعت فيديو كتدافع عليها، شفنا نعيمة البدوية عمتها اللي كانت هي مقاطعة معاها طلعت كتدافع عليها، خوها زعما عائلتها حتى هي بدات كتقرب بعد ما شافت بنتها كتضرب فيها، بداو كيتقربوا ليها حتى عائلتها، وهي حتى هي من جهه ديالها بدات كتقرب ليهم. وكما قلت لكم راه بين الخوت وبين العائله عمر الواحد ما يدخل بحاجه خايبه، ودوك صحاب انتقادات هما اللي كيدخلوا بالكلام الخايب والفاحش. شوفوا غير نعيمه البدويه وختها شحال دازوا بيناتهم ديال المشاكل، واللي كان مكبر المشاكل هما دوك المنتقدين. ونهار ناضت ديك بديعه مشات عند ناعمه وصالحاتها ما صابو فاش يهضروا، هما يتقمطوا في صغابهم كل واحد سكت كل واحد شد تيقارو، وها حنا شفنا شفنا هاد المشاكل بحاله بداو ينقصوا او ما بقاوش نهائيا، وما بقات حتى قناه كتضرب في ناعمه البدويه حيت هما تصالحت مع اختها، وحتى اختها هذا واحد ما بقى كيضرب فيها حيت كانوا هما داخلين بحال الوسخ بين هاد الخواتات هادو. وكيف ما قلت لكم المنتقدين حتى هما عندهم واحد الايد كبيره في هاد المشاكل اللي كتكون بين العائله. الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع. وبعد ما شفنا سعاد مشات كتهز الفيديوهات ديال سميره وكتساعد فيها زعما وباغا تكبر ليها القناه، انا كنظن بان الصلح غيكون قريب بيناتهم، وهذاك الشيء اللي قالت عليها راه المسامح كريم وكل شيء كيغلط، والقلب ملي كيكون عامر راه الواحد كيخرج ينفس وكيقول كاع داكشي اللي عنده. وكنتمناو حتى واحد ما يحقد على خوف الدنيا، وكل شيء الغضب كيوقع والمشاكل كيوقعوا،
وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.